أم باسم. يا مرحبا يا أم باسم. السلام عليكم شيخ. وعليك السلام. رمضان كريم بالأول. علينا وعليك. من أي دولة يا أم باسم؟ أنا من الإمارات. والنعم. أبوظبي. يا مر أوه مرحبا. قول يا أم باسم. يا شيخ أنا بدي أخذ حبوب منع حمل بدون زوجي يعرف، هل شيء بقسم عليه؟ لازم تخبريه. ليش أنت ما أخذتها صحيا؟ ما هو أنا أخبرته هذا في شيء خطر على حياتي وهو مش مقتنع. الطبيب قال انسي زوجك وانسي وسيم، حطي زوجك في الرف الثالث. أيوة وسيم. أيوة الطبيب حكت لي انه شو قال الطبيب؟ قال لك الطبيب او الطبيبه اذا حملتي. أيوة. خطر على حياتك. ايوه حكى لي انه مو مقتنع. مش مقتنع. مو مقتنع. لا خذي حبوب الحمل يعرف ولا بخاطره. خذي حبوب الحمل حياتك اولى. ايوه بس يا شيخ في شيء ثاني بدي احكي لك اياه. نعم يا شيخ. في لي اخت كثير وضعها صعب. نعم اذا فيك تساعدها. هي من الاردن. ان شاء الله اختي ان شاء الله الحين ياخذون رقمك. اوكي شكرا لك. اتشرف. نعم.